الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء أشكر الجريدة الإلكترونية المغرب العربي بريس بهذه الاستضافة. الله الرحمن الرحيم، اسمي مجاهد طالبي، مساكن إقليم أسمارة، المزداد 1982. وجه النداء إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبعد، كنت أستفيد من أجرة الإنعاش الوطني، كان قضاء وقدر. اعتقلت لمدة 13 سنة، على أزيد من 13 سنة في السجن. وبعد خروجي من السجن بغى نرجع البطاقة ديال الإنعاش الوطني، ولمدة سنتين وأنا أطالب بإرجاع البطاقة. والآن وجه النداء لجلالة الملك، إذا كانت الدولة فيها حق وقانون، أنا بغيت الإنصاف ديالي، أنا بغيت حقي يرجع لي. أنا حنا خرجنا من السجن ودابا كنطالب فقط أن يرجعوا لي غير حقي، داكشي اللي كنت كنستافد، لأننا بغينا نتزوجوا، حنا بغينا نعيشوا الحياة. ولسوء الحظ حنا كنطالبوا كندافعوا شكايات كنديروا، ولحد الساعة لا شيء. وأنا أطالب، وهذه الرسالة موجهة لك يا سيد جلالة الملك، حنا بغينا غير حقنا. والسلام عليكم ورحمة الله.